والله ما مال الفؤاد لغيركم، والله ما مال الفؤاد لغيركم، وإني على كون الزمان صبور. ويا شباب الطرابيشي، ولم يبعد عن قلبي محبتكم، وإن غبتم عن العين فأنتم بالفؤاد حضور، وإن غبتم عن العين فأنتم بالفؤاد حضور. ابتهاجا ومحبة بأفراح آل طرابيشي، وبدعوة خاصة من جد العريس عبد القادر الطرابيشي، أتينا ولبينا هذه الدعوة الكريمة لنحتفل وإياكم بمناسبة زينة عرسان وشمعة هذه الليلة. عبدو نجل المرحوم شريف طرابيشي من رفاه والبنين إن شاء الله. يحيي لكم هذا الحفل الكريم ملك من ملوك الطرب وسلطان العتابة الذي غنى أبدع سمع فأطرب. حيوا معي الفنان مصطفى الحسن أبو حسن. غطى تصويريا عبر صوت وصورة وحدة ومؤسسة حلا بإدارة الأغلية حسام حطاب أبو عبدو. باسمي وباسم الفرقة الموسيقية يسعدنا أن نرحب بكافة الضيوف، كافة العشائر، شباب بني طرابيشي، عمام العريس، خوال العريس، كل شي حاضر، كل شي سهران، له أجمل تحية ولي وسلام. طال البعاد، طال البعاد واقترب اللقاء، وأجمل ما في العمر حب ووفاء. هكذا عرفت حلب الشهباء بفنها الأصيل وطربها الجميل. نبقى وإياكم مع الوصلة الأولى مع الطرب مع الفن. أعطونا سؤال الفنان مصطفى الحسن أبو حسن فليتفضل. مشكور.
We'll be right back.
يا حياتي والأجرة